الشعلة، ولكن كلها لم يكتب لها النجاح، وأيضا تدخل من الجدار الدفاعي الشعلاوي ببسالة اللي يبدو أنه كان الأميز في الشوط الأول. إذا صافرة ثانية من عبد الرحمن الشيري تنطلق، هذا محدثكم فهد عبد الله الدريبي، سعدوا أن يكون معكم على ما تبقى من دقائق شوط ثاني ودقائق هذه المباراة اللي تلعب في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لأندية الدرجة الأولى. آخر النتائج تهدي، الجيل يتقدم على الطائف الدقيقة 57 بهدف مقابل لا شيء، في المقابل فريق النجوم والنهضة تعادل سلبي. كرة لفريق الخليج، محاولة عرضية، هذه خطرة، هذه ممكن، ولكن للمرة الثانية شالة الزامبي، والمطالبة بلمسة يد، ولكن في النهاية الكلمة الأخيرة للحكم عبد الرحمن الشيري، وفي النهاية الكرة فيها ضربة زاوية، ولكن شوف المحاولة من حسن القيد، محاولة عادت للمهاجم نواف بو عامر اللي دخل بديل في الشوط الثاني، ولكن التسديدة يبدو أنها كان في مطالبة بلمسة يد على اللاعب إيتو بيرونغي الكنغولي، ولكن في النهاية لا وجود للصافرة، ضربة الزاوية لعبت، الكرة عادت لفريق الخليج، اللي يبدو أجرى تغيير وحيد فقط بخروج ماهر محمد لاعب المواليد التشادي اللي يبدو أنه خرج لدواعي الإصابة. في المقابل الفريق أو فريق الشعلة حتى الآن لم يجري أي تغيير. محاولة شعلاوية ومحاولة على مرمى الشعلة، ولكن في النهاية التجهيز والكنترول من شيكا. عودة إلى ماجد الخيبري، إرسالية طويلة، لا وجود لأي لاعب من فريق الشعلة. كرة تذهب إلى رمي التماس، وللتذكير بحراسة مرمى فريق الخليج يتواجد فيها السلطان الشمري، رباعي خط الدفاع من اليمين إلى اليسار إلسيني بانغورا الغيني ولاعب السلطان البيشي وإيلون نداي السنغالي، في المقابل الظهير الأيسر أحمد مشقي ومحاور الارتكاز عبد العزيز الناشي وداوود بانغورا، أطراف يمين ويسار حسن القيد وفابرياس نيكولاس أندوما الكنغولي، صناعة اللعب للبرازيلي برناردو دي سوزا المقدمة للبديل نواف بو عامر. شعلة على يمين السادة المشاهدين في هذا الشوط، سعيد الحربي في حراسة المرمى، عبد الرحمن ربيع، تيمبو زيو، إيتو بيرونغي وماجد الخيبري في خط الدفاع، في المقابل أمامهم محاولة انتكاز سيلا داوودة وسعد الدوسري، الأطراف شيخ موكورو من سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة واللاعب المعار المصري محمود شيكا، الصناعة لعبد الله الطفيل والمقدمة لفهد المنيف. كرة للخليج الآن في الجهة اليمنى، كرة خذوهات، ولكن شوف الضغط بأكثر من لاعب شعلاوي، محاولة يا سلام بالمهارة من عبد الله الطفيل، محاولة كانت من عبد الله الطفيل والمحاولة بمهارة عالية تخلص وتحصل على خطأ، والخطأ يبدو أنه حسب على اللاعب داوود بانغورا. داوود بانغورا يتسبب بخطأ على مشارف منطقة الجزاء، ربما يستفيد منه الشعلة ويضيف هدف ثاني بعد هدف أول في الدقيقة 38. وشوف عبد الله الطفيل وأيضا ماجد الخيبري يبدو أنه سيكون على التنفيذ، شوف التفاهم ما بين ماجد والطفيل، في المقابل سلطان الشمري قاعد يوجه زملائه من أجل تشكيل حائط صد مكون من 5 إلى 6 لاعبين، ضبط الزاوية اليمنى وعلى القائم الأيمن والذهاب للجهة اليسرى، وفي النهاية ننتظر أيضا صافرة عبد الرحمن، هل تلعب بشكل مباشر؟ هل تسدد في المرمى؟ هل تلعب بشكل عرضي؟ شوف ماجد محاولة الخيبر يترك الطفيل، لا لا لا، بعيدة من عبد الله، والكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى لسلطان الشمري. ضربة مرمى للسلطان الشمري، شوف تسديدة عبد الله وبالفعل بعيدة عن المرمى سلطان، الكرة عادت لفريق الخليج ولعبت من سلطان الشمري طويلة تتخطى منتصف الملعب، محاولة تجهيز، مطالبة بلمسة يد، وفي النهاية أيضا لمسة يد بالفعل حاول فيها البرازيلي برناردو دي سوزا وتحصل على خطأ، لعبها البرازيلي إلى داوود بانغورا، محاولة واحدة خذوهات، ولكن شوف كثافة عددية للعب فريق الشعلة من أجل كما ذكرنا محافظة
على مكتسب شوط أول، ومن أجل أيضا التفكير بهدف ثاني. يا السلام سيلا داوودة، لعبها لفادي منيف ولكن قطعت في الطريق، عادت إلى الشيكة مرة أخرى ماجد الخيبري، من ماجد إلى سيلا داوودة، محاولة يا السلام لفريق الشعلة، تسديدة سهلة والمحاولة كانت من البديل عبد العزيز البلوي. شوف عبد العزيز البلوي القادم أيضا من فريق الوطني تحديدا، حاول في كرة وسدد، ولكن في النهاية الكرة سهلة في يد سلطان، عادت لفريق الشعلة الآن. كرة شعلوية في المنتصف، عادت لفريق الخليج اللي بدأ ينظم صفوفه من أجل أيضا العودة لحالة التعادل. محاولة ورسالية، ولكن شوف تغطية الزامبي ما شاء الله طويل جدا. نتكلم عن اللاعب تيمبوزيو، لاعب الزامبي اللي يذكرنا أيضا باللاعب الزامبي في 95، اللاعب اللي أيضا لكن لا سيلا عاد كرة في غفلة من سعيد الحربي. نتحدث عن اللاعب الزامبي السابق اللاعب علي غريتانا اللي شارك مع الفريق الهلالي من 95 حتى 2000، لكن شوف الرأسية هذه وين؟ إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى شعلوية. إذن اللاعب تيمبوزيو المدافع الدولي الزامبي صاحب 33 سنة القادم من زاناكو الزامبي، يذكرنا باللاعب الطويل القامة أيضا اللي شارك لمدة 5 مواسم مع الفريق الهلالي من 95 لمطلع 2000. وللتذكير بأنه علي غريتانا تحصل مع المنتخب الزامبي على 4 كؤوس أمم أفريقيا، لاعب كان مميز ولاعب استفاد منه الفريق الهلالي في 5 مواسم متتالية. شوف الشعلة الآن معاه لاعب زامبي وأيضا طويل ومميز ودولي مع المنتخب الزامبي. بطاقة صفراء ثانية، بطاقة صفراء ثانية على القائد يبدو سلطان البيشي. بالفعل ثاني بطاقة صفراء، شوف سلطان يتحصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 52 بعد بطاقة صفراء أولى لأحمد مشتقي في الدقيقة 34. ثاني قرار انضباطي من عبد الرحمن الشيري. حسن القيد لعب كرة أقصى اليمين، محاولة عند أليسي بانغورا، تغيير اللعب أقصى اليسار هناك عند البرازيلي برناردو دي سوزا، محاولة ثنائية ما بينه وما بين نيكولاس أندوما، ولكن الكرة ما زالت خارج مناطق الخطر الشعلاوية. محاولة برازيلية بالمهارة، واحدة خذوهات، ولكن في النهاية عادت للشعلة الآن. مرة أخرى عند البديل عبد العزيز البلوي اللي بدوره لعب كرة إلى عبد الأطفيل، وأيضا في النهاية نشوف اللاعب الارتكاز سيلا داوودة أرسل كرة طويلة ولكن بعيدة عن اللاعب شيكا أو خالد محمود إلى سلطان الشمري. إيلون نداي السنغالي، خاطئة من نداي، عدت لفهد المنيف الآن والتغطية من إيلون، محاولة من فهد يا السلام مررها وعرضية ما فيش حد، بعيدة عن اللاعب محمود خالد شيكا. عادت مرة أخرى لفريق الخليج، محاولة ولكن خاطئة بالصدر، هذه محاولة عند حسن القيد ولكن طالت عرضية خطرة، جول شالة سعيد الحربي، والعودة السريعة أيضا كانت من اللاعب البديل عبد العزيز البلوي. أعطيناها يا زميلنا، أعطيناها يا مخرجنا عبد العزيز. كرة سريعة وكونتر أتاك استغل فيه سرعة اللاعب حسن القيد اللي عمل عرضية، ولكن متابعة مثالية كانت من الحارس وحامل عرين سعيد الحربي اللي شال الكرة، كادت تكون هدف تعادل خلجاوي. إلسيني بانغورو إلى داوودة بانغورو، تمريرات ما بينه وما بين عبد العزيز الناشي، في النهاية العودة إلى السنغالي إيلون نداي، طويلة من إيلون إلى حسن القيد، ولكن شوف العودة السريعة من ماجد الخيبري، رأسية إلى رمي التماس، واضح مؤمن سليمان ثاني مواسمه مع فريق الشعلة، واللي ساعده أيضا أحمد عبد المقصود معروف المدرب المصري اللي سبق أيضا أن صعد مع فريق التعاون لفئة الشباب للدوري الممتاز.
هذين تواجد لدينا الإداري المميز ماجد المرحوم والدكتور محمد الشافعي والمشرف العام ماجد الطفيل، ولا ننسى مدير المركز الإعلامي والمصور أبناء العامر عبد الله وتركي، يعطيهم ألف عافية، حاضرين بالمعلومة أي وقت، وهذا ما ينتظره كل معلق بصراحة في مثل هالبطولات اللي ربما نفتقد فيها للداتابيس ونفتقد فيها للإحصائيات والمعلومات، ولكن إلا ما أنا الشكر كل الشكر لبعض الزملاء المهتمين أيضا في هذه المسابقة، ولهم منا جزيل الشكر على إمدادنا مثل هالمعلومات. محاولة الآن خلجاوية ولكن تعثر، والكرة عادت مرة أخرى إلى رمية التماس لفريق الخليج. فريق الخليج اللي ما زال يحاول، فريق الخليج اللي ما زال يتأخر بهدف مقابل لا شيء. كرة في رمية التماس عند اللاعب إلسيني بانغورو، محاولة خطيرة مطالبة بركل الجزاء، ولكن لا، في النهاية فيها صافرة بعد الراية من المساعد الأول بدر الشمراني. ضربة جزاء بلنتي، ضربة جزاء بلنتي، شوف حتى اللاعب الغيني داوود بانغورا زعلان شوية، وأيضا الخطأ من داوود والخطأ لداوود، داوود بانغورا يتحصل على خطأ، والمتسبب في الخطأ هو سيلا داوود الإيفواري أعثر الغيني، وضرب جزاء للخليج ربما تضع الدانة في تعادل أول في هالمباراة. بدر الشمراني هو من رفع الراية، وبدر الشمراني المساعد الأول هو من احتسب ركلة الجزاء في النهاية الصافرة من عبد الرحمن الشهري، أحد الأخطاء الإحدى عشر إن صح التعبير، وركلة الجزاء للخليج. من سيتقدم؟ البرازيلي المتعهد برناردو سوزا البرازيلي، محاولة وركلة جزاء الحربي وسوزا البرازيلي سعيد، ولا برناردو محاوله، يا عين عين عيني عليك يا حربي، يعيد السعادة لمحبي فريق الشعلة ويتصدى لركلتي جزاء. كادت كادت كادت، ولكن شوف ما زالت خطرة، تدخل روسيو شالها في النهاية تيمبوزيو، مو طبيعي يا حربي ما شاء الله، سعيد الحربي اللي تصدى لركل الجزاء في الوقت الأخير من الجولة الماضية، وأيضا رحل ثلاث نقاط لفريق الشعلة، هنا يتصدى لركل الجزاء ثانية، وأيضا وقوع لسعيد وألف سلامة. أبدا، كنت في حديث مع المدير الفني المصري مؤمن سليمان هالمرة، فني خلاص انتهينا من المشكلة الجماهير الألوية، لا دخلنا في الأمور الفنية، احنا نتكلم عن حارس دولي للمحليين هناك في الكاميرون القادم من يونيون دوالا، كما ذكرنا إني ديريك يتواجد في بنش البدلاء، يتواجد في بنش البدلاء، وفي النهاية الغلب لسعيد الحربي، ربما رؤية مدرب الحراس في الجانب الشعلاوي، وأيضا رؤية هذا المدير الفني، نتكلم عن المصري مؤمن سليمان، ونتكلم عن مدرب الحراس خالد متولي، ربما الإصرار على أن يكون سعيد هو المتواجد في أول جولات هذه المسابقة، هنا الطريقة الفنية ربما تأتي بوكلها لمدرب الحراس والمدرب الفني لفريق الشعلة. سعيد يتصدى لركلتي الجزاء، ولكن شوف عبد الله من المنصة قاعد يصيح يقول يا فهد يا فهد، والله ما المسه، ولكن للأمانة احنا أمام لقطة نترك الاختصاص فيها لأصحاب الاختصاص، أخاف نقول شيء يزعل أبو عبد الله، وفي الجانب الآخر ممكن يزعل فوزي الباشا، ولكن خلينا في الوسط محايدين، واحنا يعني في النهاية لنا وجهة نظر متواضعة، ممكن تكون صائبة وممكن يكون اجتهاد خاطئ، ولكن زميلنا عبد العزيز للمرة الثانية، ومعليش غثيتك اليوم، أعطينا ركلة الجزاء المحتسبة على سيلا داوودة، والمحتسبة أيضا للاعب الآخر داوودة بانغورا، أعطيناها مرة واثنين من زاوية هنا ومن زاوية هنا، وخلي الجماهير الفريقين ومحبي الفريقين يقتنعون من قرار عبد الرحمن الشهري.
ما زال وقوع الحارس عبد الرحمن او ما زال وقوع الحارس سعيد العربي. والف سلامه الف سلامه. ركلتين جزاء ما شاء الله ما شاء الله كانت مهمه وكادت ايضا ان تذهب بنقاط مباراتين على توال ادراج الرياح. ولكن شوف اللقطه اللقطه برضو عيدها عيدها عبد العزيز. معليش معليش اعطيني اياها مره ثانيه لانه العمليه هي تقديريه في النهايه. الحكم الساحه لم يحتسب ركله الجزاء ولكن ركله الجزاء احتسبت من حكم الرايه. ها والله يا جماعه صعب 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 الحكم فيها ولكن في النهايه سددت وفي النهايه بطل الشباك سعيد الحربي للمره الثانيه يذود عن شباكه بشكل قوي ويتصدى لركله الجزاء في مباراتين على التوالي. كره خاطئه لرميه او ضربه مرمى الان. كرة خاطئة إلى ضربة مرمى. شوف ماجد الحربي أو ماجد الخيبري واضح معانا في الصورة. ضربة مرمى. تاريخ لقاءات الفريقين في هالمسابقة تحديدا وفي دوري الدرجة الأولى بكل مسمياته. تقابل الشعلة والخليج أو الخليج والشعلة في دوري الدرجة الأولى في 18 لقاء. تكلم عن 7 لقاءات فاز فيها الفريق الشعلة و9 لقاءات فاز فيها فريق الخليج وتعادل الفريقين في لقاءين سلبيا وإيجابيا 1-1. ولكن تكلمنا عن نتيجة النتيجة سبق أن تكررت في العام 99 عندما فاز الخليج بهدف مقابل لا شيء. ولكن الشعلة أو فاز الخليج في 2010 بنفس النتيجة وأيضا فاز في 2010 في الدور أو في 2011 في الدور الأول بنفس النتيجة 1-0. ولكن للأمانة الشعلة فاز فوز وحيد كان في 2001 وفي الأسبوع 14 تحديدا من مسابقة دوري الدرجة الأولى. هدف انتهت به معالم المباراة هذه أو معالم المباراة في تلك النسخة في عام 2000-2001. فاز الشعلة بهدف مقابل لا شيء ولكن الخليج سبقا عملها 3 مرات في 99 و2010 و2011. كرة طويلة شالا الزامبي أو شالا الكنغولي. محاولة الآن عند البديل مسفر البيشي يلعب الآن الموسم العاشر ما شاء الله مع فريق الشعلة. مسفر البيشي اللي دخل كبديل ايضا. اول تغييرات المصري مؤمن سليمان سيلا داوده دخول. اوه خطا خطا يبدو فيها قرار انضباطي بالفعل. فيها بطاقه صفراء لحسن القيد وثالث بطاقه صفراء لفريق الشعله. بطاقه صفراء ثالثه في الدقيقه 63 وفي وجه حسن القيد. 3 بطاقات صفراء تظهر حتى الآن وكلها في الجانب الخلجاوي. لكن نعود للتاريخ ونتكلم عن تاريخ لقاءات الفريقين. كما ذكرنا في دوري الدرجة الأولى خليج سبقا هز شباك الشعلة في المسابقة 23 مرة ولكن الشعلة أقل بهدف سجل في مرمى الخليج في هالبطولة 22 هدف. لكن أيضا نريد أن نزيد سقف الطموح ونعيد التاريخ ايضا عندما تقابل الفريقين في الدوري الممتاز وفي دوري عبد اللطيف جميل 4 مرات. فاز الخليج في لقاء وحيد وتعادلوا في 3 لقاءات. تعادل ايجابي 1-1 مرتين وتعادل ايجابي 3-3 مره واحده والفوز للخليج مره واحده ب3 لهدفين. محاوله الان عرضيه والرأسية ولكن عادت وعودة سريعة والتغطية. كرة تعود لعبد الرحمن الربيع اللي لعبها بشكل سريع. محاولة تجهيز من المنيف جهز المنيف ولكن خروج من الشمري والكرة عادت للخليج. كرة لفريق الخليج مرة أخرى مقطوعة تعود للشعلة للبيشي مسفر. وشوفوا الخيبري دخول الآن ومحاولة عمل العرضية خطرة ولكن شالها والسيري. عادت من بنغورا في المنتصف عند علي أو عند الآخر هو عبد العزيز الناشي. تكلم عن قاسم الأجامي. لا قاسم الأجامي متواجد هو في البيش البدلاء. بالمناسبة قاسم هو أخو علي اللي يلعب لفريق الفتح واللي أيضا سبق لعب مع فريق الخليج.
كرة طويلة، محاولة من مسفر الريشي، ولكن في النهاية الكرة فيها رمي التماس للخليج الآن. الموسم الماضي الشعلة أنهى الدوري في المركز السادس بعد 30 مباراة، فاز في 11 وتعادل في 10 وخسر 9 مرات، سجل 42 وفي مرمى 43 هدف، جمع 43 نقطة. مقابل الخليج كان في مركز سابع بعد 30 مباراة، فاز في 10 تعادل في 11 وخسر 9، يعني قريبين جدا حتى من أرقام فريق الشعلة، سجل 45 في مرمى 40، جمع 41 نقطة، أرقام قريبة ومراكز قريبة سادس وسابع، ولكن الشعلة يستمر في مركز سابع الآن والخليج يتأخر في المركز الثالث عشر. شوف التدخل الأخير والمحاولة الأخيرة، عمل الساندوش والخطأ، الخطأ لنواف بوبو عامر، خطأ للاعب المعار من الفريق الاتفاقي. بالمناسبة هم 3 إلى 4 لاعبين معارين من الفريق الاتفاقي، ما هي غريبة بتواجد السعودي الوطني سمير هلال، سبق اللاعب مع الفريق الاتفاقي من 85 حتى 2001، وحقق معاه في موسم 1408 ثلاث بطولات، دوري ممتاز والبطولة العربية والبطولة الخليجية هناك في الشارقة. في المقابل حقق كأس الأمير فيصل بن زايد في عام 1410 تحديدا. فابرياس، يا سلام، مرور خطيرة ومحاولة للشعلة، محاولة تجهيز، ولكن في النهاية شالها المدافع والكرة عادت لفريق الشعلة. محاولة استحواذ من شيكا أو محاولة استحواذ من عبد الله الطفيل، الكرة طالت على الطفيل، عادت للخليج الآن. سلطان خلف البيشي إلى اللاعب أحمد مشقي اللي بدور أيضا مرر كرة للأمام إلى اللاعب فابرياس نيكولاس، محاولة خطيرة، جول، لا أوفسايد، أوفسايد وحالة تسلل وهدف ملغي لفريق الخليج. شوف الراية من المساعد بدر الشمراني، المساعد الأول اللي يحتسب ركلة الجزاء لفريق الخليج. شوف العرضية واضحة واضحة واضحة، هي في البداية أبدا لم يكن في حالة تسلل، ولكن بعد لمسة المهاجم والرأسية كانت من نواف الكرة في حالة تسلل على البرازيلي برناردو دي سوزا. طويلة من الحربي، الرأسية والتغطية من أحمد مشقي، والمحاولة ما زالت لفريق الخليج، خطيرة، تجهيز، هذه ممكن، ولكن تدخل في النهاية وبشكل سريع، الكرة إلى ضربة زاوية للخليج. ألف سلامة لنواف عامر للمرة الثانية، شوف بس التدخل الأخير والسريع في اللحظة الأخيرة، تدخل لاعب فريق الشعلة الدوسري، شال كرة خطرة والمحاولة وضربة الزاوية الآن لفريق الخليج. أكثر من ساعة لعب، 7 دقائق عزيزي المشاهد الرياضي السعودية، كرة على القائم الأول سهلة عادت للشعلة، تتخطى الطفيل والكرة فيها رمي التماس. وألف سلامة لعبد الله الطفيل، ألف سلامة لعبد الله الطفيل، لقطة أخيرة ومحاولة أخيرة وتكاتف أخير، في النهاية الكرة فيها رمي التماس لفريق الشعلة، رمي التماس لفريق الشعلة، وعند لاعب عبد الرحمن إلا الربيع، كرة تلعب تعود مرة أخرى، رمي التماس لنفس اللاعب عبد الرحمن وفي نفس الجهة اليمنى. الشعلة يتقدم على الخليج، الخليج اللي يعد أيضا من أقدم الأندية تأسيسا في المملكة العربية السعودية، حيث أسس في العام 1945 بمسمى نادي النصر وبشعار الأصفر والأسود، وتم اعتماده ضمن أندية المنطقة الشرقية رسميا في 1388 هجرية، تم تغيير مسمى إلى نادي الخليج بشعار الأصفر والأخضر بأمر من جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه. والله السنين اللي تأسس فيها هذا الفريق حقق إنجازات مشرفة عديدة أيضا، واستحق بعدها المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في العام 1415، وافتتح المقر الجديد للنادي الخليجي اللي حقق كأس الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، كأس الاتحاد السعودي سابقا، وأيضا لعب في دوري المحترفين السعودي، دوري الأضواء مرتين في تاريخه، الأولى في موسم 2003-2004 والمرة الثانية كانت في موسم 2002-2003 أو عفوا 2000
وسبعة 2006 2003 و2004 كانت مرة أولى بعدها تغلب على الجبيرين بثلاثة مقابل شيء في سيهات، وأيضا في آخر مباراة موسم 2002-2003 مرة ثانية بعد تصدر دوري الدرجة الأولى وبفوزه على نادي أحد على ملعب نادي الخليج، والعودة بعد الفوز المستحق على القادسية بهدف مقابل لا شيء في آخر جولات موسم دوري الركاء 2005-2006 أو 2013-2014. شوط ثاني متوسط للأمانة، شوط أول كان أفضل صحيح، أصعب لقطات هذا الشوط كانت ركلة الجزاء، والأجمل كانت تصدي أيضا لمحبي فريق الشعلة من سعيد الحربي، محاولة الآن للخليج خطيرة جدا في الجهة اليمنى، محاولة عمل العرضية وتجهيز عرضية ولكن تغطية سريعة أيضا من ماجد ومن اللاعب الزامبي، ولكن في النهاية العرضية البعيدة جدا اللي تحصل عليها البرازيلي سوزا مررها خطيرة، محاولة عرضية بعيدة كل البعد عن نواف أبو عامر، الكرة إلى ضربة مرمى لفريق الشعلة. شوف اللاعب الكنغولي فابرياس نيكولاس أندوما حاول في الجهة اليمنى أو حاول في الجهة اليسرى، كرة كانت ما بينه وما بين أحمد مشكي، في النهاية الكرة فيها ضربة مرمى شعلاوية. كرة طويلة من سعيد، محاولة ولكن الكرة لم تخرج، عادت لفريق الشعلة. حسن القيد صراحة أميز لاعب فريق الخليج على أقل تقدير في منطقة المناورة سواء في الشق الهجومي أو العودة والذود على المرمى في الشق الدفاعي، مميز وصغير وينتظر أيضا مستقبل ما شاء الله. شوف حسن القيد، شوف يعني حتى المرور بقاعد فريق الشعلة بكل سهولة، والآن العادة لأبو عامر خطيرة ولكن شالة المدافع تيمبو زيو الزامبي، ما زالت خلجاوية في الجهة اليسرى، محاولة مرور بالسرعة ولكن شوف العودة والمساندة أيضا من عبد الرحمن ربيع والآخر عبد الله طفيل، ما زالت لفريق الخليج اللي ما زال يمرر كرات والبحث فيها عن الثغرة في خط الدفاع الشعلاوي. أليسي بانغورو الغيني إلى حسن القيد، والمراقبة عليه أيضا اللصيقة من الزامبي تيمبوزيو، هي الكرة في رمي التماس، يبدو كرة طالت عادت إلى رمي التماس لفريق الشعلة. ماجد الخيبري كرة طويلة من ماجد، ولكن الكرة عادت مرة أخرى إليون نداي السنغالي ضابط الإيقاع في خط الدفاع، هو لاعب سلطان خلف البيشي، مناسبة سلطان البيشي سبق اللعب في أكثر من محطة، سلطان البيشي صاحب 28 سنة القادم من الفيصلي، واللي سبق أن كانت له تجربة مع فريق الرائد كمعار من الفريق الهلالي، والبداية كانت من فريق النخيل عام 2005. ماجد الخيبري لعب رمية التماس إلى إتوا بيرونغي الكنغولي، خاطئة عادت لفريق الخليج، خليج اللي ما زال لا حول له ولا قوة. شوط أول كان أفضل لفريق الخليج، لكن شوف حالة التغيير وخروج اللاعب وخروج أحد لاعبي فريق الخليج، وربما سنشاهد تغيير ودخول فواز طريس المعار الآخر من فريق الاتفاق، نزل نواف أبو عامر معار من فريق الاتفاق، والآن فواز الطريس جاهز للدخول والآخر معار من الفريق الاتفاقي، وأيضا خالد الحامضي المعار للموسم الثاني من الفريق الاتفاقي، عبدالله الخطيب معار من الفريق الأهلاوي في ثاني المواسم، وأيضا حسن القيد والآخر معار من الفريق الشبابي. على مستوى المحترفين لا توجد أي إعارة بالنسبة للأجانب. كرة لفريق الخليج، وقوع أحد لاعبي فريق الشعلة وألف سلامة، كرة تلتطم في اللاعب بشكل قوي، وأيضا صافرة إيقاف اللعب من أجل الطمأنينة على إصابة اللاعب الشعلاوي وألف سلامة.
السلامة. أجواء ما زالت حارة نوعا ما، أجواء تشوب الشيء من الرطوبة في المدينة الجميلة جدا، في المدينة الزراعية، في المدينة اللي بصراحة نفتخر فيها كسعوديين، حيث أن نسبة أكثر من 25% من المحاصيل الزراعية على مستوى المملكة العربية السعودية تأتي من الخارج. يوم ألف عافية، مدينة زراعية وفي النهاية وصلتها الأمور الصناعية، صناعة الأسلحة وما إلى ذلك من الصناعات اللي يبدو أنها زادت من وهج هذه المدينة ومن فوائدها الجمة. مدينة مليئة بالعيون، مليئة بالأجواء الرطبة والجميلة، مليئة بالمزارع والنخيل. صراحة يعني مدينة تسمى مدينة ريفية، يحتاج للإنسان أن يزورها على الأقل تقدير سنويا أكثر من مرة. مدينة عزيزة علينا كأهل الرياض وقريبة منا، تعتبر على الأقل تقدير هي متنفس لنا في 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 الرياض، من أجل نأتي للأصدقاء للأقارب، وأيضا إن لم يكن لنا لا أصدقاء ولا أقارب، لا المجيء لمثل هالمدينة ممتع بصراحة، ممتع. يوم ألف عافية أهل المدينة والشغل المميز والتطور الجبار الحادث في هذه المدينة. ضربة زاوية، محاولة عند البرازيلي السوزة، لعبها ولكن الكرة تخطت الجميع، عادت إلى لعب سعد الدوسري اللي بدوره أرسل كرة إلى الأمام إلى مسفر البيشي، ولكن طالت على مسفر وعادت إلى السنغالي إيلون نداي. مررها نداي إلى الشمري سلطان اللي أيضا لعبها بشكل طويل، طويلة من سوزة، هذه خطرة، هذه ممكن، مطالبة بلمسة يد، ولكن الكرة ما زالت مع لاعب فريق الخليج، والكرة ما زالت مع أبو عامر، والكرة ما زالت فيها سجال ما بين اللاعبين الاثنين أبو عامر والخيبري. في النهاية الغلبة للاعب ماجد الخيبري، وفي النهاية أيضا الكرة في رمي التماس. شوف الكرة والمطالبة بلمسة يد، لا والله ما هي لمسة يد. شوف المحاولة من أبو عامر، وفي النهاية الكرة فيها رمي التماس. برناردي سوزا خاطئ إلى رمي التماس شعلاوية. 77 دقيقة عزيزي مرة مشاهد رياضية السعودية تمضي. شعلية تقدم بهدف مقابل الشيء على فريق الخليج في خامس جولات دوري ولي العهد حفظه الله، جولة الوطن إن صح التعبير، جولة غالية علينا. والآن الكرة فيها رمي التماس الشعلاوية، لعبت بشكل خاطئ، عادت لفريق الخليج. فريق الخليج اللي كما ذكرنا قدم شوط أول مميز، شاطر الفريق الشعلاوي في الخطورة على المرمى، ولكن لا والله في الشوط الثاني أبدا، الشوط الثاني الخطورة لم تحضر بشكل مباشر وبشكل قوي عدا ركلة الجزاء اللي تصدى لها سعيد الحربي. كرة في المنتصف، شوف التحضير البطيء لفريق الخليج، يعطي الفرصة للاعبي فريق الشعلة بالعودة للخلف وتغطية المناطق الخلفية. شوف حتى عبد العزيز البلوي الآن يشارك في كرة، وأيضا يقطع الإمداد عن خط الهجوم الخلجاوي. الخيبري طويلة من ماجد، التغطية من منقورة، كنترول من الناشي، العودة إلى بنقورة، وفي النهاية الخطأ والصافرة والبطاقة الصفراء الأولى، البطاقة الصفراء الأولى للاعب البديل عبد الإله الفهد. 17 عبد الإله الفهد و17 في الجانب الآخر عبد العزيز الناشي، العزيز الفهد اللي دخل كبديل قادم من فريق الفيحة تحديدا، سبقا من خط تجربة مع المجزل والفيصلي، لكن في النهاية خطأ وبطاقة صفراء أولى لفريق الشعلة بعد ثلاث بطاقات صفراء لفريق الخليج. البداية كانت لأحمد المشقي بدقيقة 34، بطاقة صفراء الثانية في الدقيقة 63 أو 52 لسلطان البيشي، والثالثة كانت في 63 لحسن القيد. الآن بطاقة صفراء رابعة في الدقيقة 80 تقريبا، آخر 10 دقائق لعب، إيقاف اللعب لدقيقة أو دقيقتين، هنا واضح بطل الشباك
اللي من ذاد عن مرماه وعن شباكه في ركلتين جزاء اخيره محتسبه على فريق الشعله. ما سبى الارقام تقول ان هناك اكثر من 130 لاعب اجنبي. يحضرون للمشاركه في هذه المسابقه. تتصدر القاره الافريقيه اكثر اللاعبين تعاقد ب 85 لاعب، يليها امريكا الجنوبيه ب 27 لاعب و10 لاعبين من قاره اسيا و8 لاعبين من اوروبا. نتكلم ايضا على مستوى المدربين، عندنا 8 جنسيات منهم 11 مدرب من افريقيا و15 مدرب من اوروبا و4 مدربين وطنيين، احدهم سمير الهلالي يتواجد معنا في بنش البدلاء وخلف الدفه الفنيه في فريق الخليج. محاوله ارساليه طويله وتغطيه من الحربي، تغطيه من الحربي و10 على 10 يا سعيد. اخر 10 دقائق لعب، اخر 10 دقائق كفرصه لفريق الخليج من اجل التعويض، وايضا اخر 10 دقائق لعب من اجل اذا ما راد الشعله يضربها هدف ثاني. اوه لا 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 يا فهد، لا يا فهد، المرور كان جميل وايضا الغفله كانت موجوده من المدافع السنغالي لم يكن الغيني، لا والله هذا الغيني السيني بانغورا. غفله من السيني ولم يستغلها القائد فهد المنيف، سدد كره لخارج ارض الملعب، ضربه مرمى عند سلطان الشمري اللي لعبها بشكل سريع ايضا. ايلون الداعي السنغالي مرة أخرى ما بينه وما بين البيشي، محاولة كسب المساحة والدخول في مناطق وفي ملعب فريق الشعلة تحديدا. نشوف عودة البرازيلي أيضا برناردو دي سوزا من أجل الصناعة، لأنه فريق الشعلة الآن أبدا ضبط المتاريس الدفاعية وقرب الصفوف الثلاثة من أجل إصعاب المهمة على فريق الخليج وإغلاق المساحات الخالية أمام الدار الخلجاوية. محاولة من البيشي، السلوم مر ومرر ولكن سال في يد البيشي، سال في يد الشمري عفوا، حاول مسفر البيشي عرضية وسال في يد سلطان، وهذه فيها شد، هذه فيها شد وفيها يبدو قرار انضباطي، فيها شد وفيها قرار انضباطي. خلينا نشوف 20 20 في فريق الخليج. ألف سلامة، ألف سلامة للمدافع إيتو برونغي. ولكن شوف محمد المطوع ابن النادي والبديل الثالث للسعودي الوطني سمير هلال. خطأ لمحمد المطوع وضربة حرة مباشرة لفريق الشعلة الآن. صفرة استمرار. آخر 7 إلى 8 دقائق لعب، هذا الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع للفريقين. شوط أول كان أميز، شوط أول حضرت فيه الإثارة وأيضا حضر فيه تسجيل، شوط ثاني ربما هي ركلة الجزاء الضائعة والمتصدى لها أيضا عن طريق سعيد الحربي هي أبرز معالم شوط ثاني، ولكن أبدا أبدا هو الحذر موجود وأيضا قلة الهجمات الخلجاوية في الشوط الثاني ربما أثرت على مسيرة الخليج وربما أيضا فتحت شهية الفريق الشعلاوي من إجال من أجل أيضا زيادة الغلة وإضافة هدف ثاني، ولكن كل هالأمور لم تحضر في الشوط الثاني أبدا. الخطورة تقاسمها الفريقين في الشوط الأول، الشعلة سجل والخليج لم يسجل ولكن تحصل على كرات خطرة. الشوط الثاني هي العلامة الفارقة، ركلة الجزاء لتصدى لها سعيد الحربي، عاد ذلك اللعب محصور في النصف تماما. كرة طويلة خلجاوية مرة أخرى لفريق الخليج عند بانغورا. أوليسي مررة بشكل خاطئ، مقطوعة من الخيبري ماجد إلى الأميز في المنتصف، أسيلة داوودة سريعة إلى ماجد خطيرة، طلب الكرة من فهد المنيف، ممكن لا تخطط فهد، وفهد يبدو أنه تقدم بخطوة، فهد تقدم بخطوة. العرضية كانت مثالية للأمانة من ماجد الخيبري، ولكن فهد استعجل شوية في عملية التقدم وأيضا تأخر البيشي مسفر. مطوع يا والله هذا مين؟ فواز الطريس، محاولة من فواز، كرة ما بينه وما بين
محمد المطوع الثنائية، كرة خذوها، شوف تضييق المساحات على فريق الخليج والعودة بشكل قوي للاعبي فريق الشعلة مع بقاء فهد المنيف فقط في الدائرة. محاولة من مسفر والعودة للصناعة للمنيف، ولكن أبدا هو استحواذ خلجاوي وبطء في التحضير بشكل قوي، ربما هذا ما أخر فريق الخليج. وهنا أيضا ها في تعثر وفي أيضا كرة طويلة إلى خارج أرض الملعب، رمية تماس للشعلة. شوف الكرة، تصادم عادي ما بين لاعب فريق الشعلة ولاعب فريق الخليج. تصادم كان ما بين المطوع واللاعب الزامبي تيبوزيو، في النهاية لا وجود لصافرة، وفي النهاية القرار هي رمية التماس لفريق الشعلة. تلعب رمية التماس، عادت إلى بنغورو سيلا داودة الأميز في الجانب الشعلاوي، كما هو حال حسن القيد للأمانة اللي خرج قبل شوية، كان هو الأميز في الجانب الخلجاوي، ولكن شوف الخليج الآن على مشارف منطقة الجزاء وبوجود 5 إلى 6 لاعبين. أبدا كل المحاولات لم تفلح، رمية التماس عند السنغالي أليون ناداي، تركها للغيني ألسين بنغورا. رمية التماس عبد العزيز الناشي مرة أخرى جهة أقصى اليسار عند سلطان البيشي اللي بدور أيضا مرر كرة إلى البرازيلي برناردو دي سوزا، لم يظهر هذا البرازيلي في الشوط الثاني، ممكن شوط أول كان لمسات حاضرة وكان أيضا عنده صناعة لأكثر من كرة خطرة، ولكن غاب تماما في الشوط الثاني، ربما لعودة أو العودة المبالغ فيها للبرازيلي بصراحة، بالغ فيها البرازيلي ورجع للخلف، ولكن أيضا العودة للتذكير بنتائج الفرق. نهاية شوط أول جبلين وقيصومة سلبي، الجيل يتقدم على الطائي بهدفين مقابل لا شيء، النهضة يتقدم على النجوم بهدف مقابل لا شيء، الجيل انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف حمد ناجي سجل في 57، أندرسون في 67 من ركلة جزاء. النهضة يفوز على النجوم أيضا وتنتهي المباراة بهدف مقابل لا شيء. محاولة مرة أخرى عند السيلة، تمريرة للأمام إلى مسفر، ولكن طالت إلى سلطان البيشي. شوف حتى الجماهير الشعلاوية الحاضرة أبدا تحيي هذا اللاعب إلى فواريس سيلا داوود. كرة للخليج، محاولة لفريق الخليج الآن، والمحاولة عند البديل محمد مطوع. أبدا الخليج أبدا لم يجد المساحة ولم يجد أيضا المناطق الخالية حتى الآن، ولكن شوف الوحدة، وحدة خذوها، تحاول فيها أيضا شالها اللاعب الكنغولي إيتو بيرونغي. محاولة الآن عند المطوع، إرسالية في العمق، أبدا كل المنافذ تم إغلاقه تماما من الساتر الدفاعي الشعلاوي، والدقائق تمضي وقريبين جدا من الدقيقة 90، دقيقة إلى دقيقة ونصف فقط تفصل عن نهاية هذه المباراة، تعد الوقت بدل الضايع. كرة وارتداد سريع، محاولة الآن لفريق الشعلة، 3 ضد 3 هذه، لا بعيدة، كان بالأمكان أفضل مما كان، 3 مدافعين أمام 3 مهاجمين لفريق الشعلة. الآن الكرة ما زالت خطرة وتجهز، هذه ممكن سددها وعلى مرة واثنين سلطان الفنان، سلطان الشمري شالها إلى أو بالأحضان، والكرة عادت للخليج. سريعة إليسي بنغورو مرة أخرى عند البديل فواز الطريس، ولكن شوف العودة من عبد الرحمن أو العودة من عبد الإله الفهد، ملعب محور الارتكاز، والشعلة الآن أمام فرصة، والشعلة حاول في الجهة اليمنى ولكن طالت على عبد العزيز أو طالت على مسفر البيشي الكرة إلى ضربة أو رمية تماس خلجاوية. رمية تماس إذا خلاص 89 قريبين من 90، هي نصف دقيقة أخيرة. محاولة الآن
لفريق الخليج، والخليج امام فرصه، ولكن عرضيه سهله في يد سعيد الحربي. للامانه ان كان لهالمباراه عنوان سجل عندك الفنان سعيد الحربي في الجانب الشعلاوي، وايضا لن ننسى حسن القيد في الجانب الخليجي او الخلجاوي. وللامانه هي ظلم لسيلة هذا واضح معنا. شوف سيلة داوده هو رمانه الوسط الشعلاويه اللي بصراحه عمل شعله في المنتصف للشعله. شعله يا سيلة ومميز يا سيلة، والان الامور حتى الان واضحه. 94 دقائق وقت بدل ضايع، اذا دقيقه 60 العروبه يتاخر امام ضمك بهدف مقابل لا شيء، والدقيقه 71 الجبلين والقيصومه تعادل سلبي من دون اهداف. شكرا ابو هزاع، شكرا لزميلنا خضير. لكن هنا المحاوله ايضا وخطا، كثره الاخطاء والبطاقات الصفراء في المباراه، 5 بطاقات صفراء. بدايه كانت للاعب احمد مشقي، بعد ذلك حسن القيد، فسلطان البيشي، فانتقلت العدوى لخالد او عبد الاله الفهد في الجانب الشعلاوي. 4 بطاقات صفراء وهدف وحيد محصله 90 دقيقه. 4 دقائق أخيرة منتظرة تفصلنا عن نهاية هذه المباراة. هل يذهب الشعلة للنقطة 10 ويزاحم على صدارة هذه المجموعة أو هذه المسابقة، أم يكون لدى الخليج كلمة ويعود بنقطة من أرض المستضيف؟ محاولة تسديد بشكل مباشر من مسفر البيشي، ولكن الكرة بعيدة عن مرمى سلطان، الكرة في ضربة مرمى للخليج. دقيقة مرت والكل على أعصابه، محبي الفريقين الشعلة يتمناها على أقل تقدير، ومحبي فريق الشعلة يتمنونها أن تنتهي على أقل تقدير بهالنتيجة. في المقابل الخليجي يقول لك العودة بنقطة على الأقل ولا القطيعة، لكن هنا الشعلة يحاول، والشعلة ما زال أمام فرصة حق مشروع أن يبحث عن هدف ثاني، وأيضا في الجانب الخلجاوي هو الآخر من حق أن يبحث على أقل تقدير عن هدف التعادل. فواز طريس في الجهة اليمنى، عرضية من فواز لم تمر، عادت إلى الأميز سيلة داودة إلى ماجد الخيبري. ما شاء الله، محاولة من ماجد في الجهة اليسرى وخطأ وضربة حرة مباشرة. الآن شوف قاعد ياخذ نفس سيلة، وعبد الرحمن الشيري حكم اللقاء يوجه يقول لك العب كرة سريعا، العب كرة بشكل سريع. مؤمن سليمان ما زال يوجه، سمير هلال ما زال عنده أمل. دقيقتين مرت وباقي دقيقتين إلى دقيقة ونص. هل يفعل الخليج ويعود بنقطة أم ينهي الأمور الشعلة بهذا الهدف؟ كرة طويلة تعود من مسفر البيشي إلى رمي التماس. ملخص المباراة على أقل تقدير فوق المتوسط إلى جيد. مباراة حضرت فيها الإثارة، حضرت فيها الخطورة، حضرت فيها ركلة جزاء تم التصدي لها، وحضر فيها هدف وحيد في الدقيقة 38 من الشوط. كرة للخليج، محاولة على مشارف منطقة الجزاء، محاولة مرور، تغطية من الزامبي، عودة مرة أخرى، عرضية سهلة، عرضية عادت، يا عيني يا خيبري، مررها الخيبري إلى عبد العزيز البلاوي. لمسة يد على السنغالي، لمسة يد على المدافع السنغالي أليون ناداي. المدافع السنغالي في كرة أخيرة كانت ما بين الخيبري والبلوي، ولكن في النهاية الخطأ اللي ربما تكون مع آخر أخطاء هذه المباراة. كرة طويلة، محاولة إرسال كرة إلى البديل عبد العزيز البلوي، ولكن في النهاية الكرة عادت للخليج. آخر الكرات في هذه المباراة صافرة عزيزي مشاهدي، الرياضية السعودية تنهي مع معالم هذه المباراة في الجولة الخامسة من دوري ولي العهد. حفظه الله الشعلة يكسب بهدف ضيف الفريق الخلجاوي، الشعلة يذهب إلى النقطة 10 مع بقاء الخليج على 4 نقاط. ألف مبروك لأبناء فهد الطفيل، ألف مبروك لمحبي وجماهير فريق الشعلة، ألف مبروك
للرجل الطيب صالح الصغير اللي كنت في تواصل معاه قبل المباراة، ويقول لك أستاذ فهد إن شاء الله هالمباراة يكون فيها الخير، ويلا مبروكين يا أبو إبراهيم، وإن شاء الله الحظ يكون أوفر لفريق الخليج. إذن هذا ماذا الفريقان أعزائي المشاهدين في هذه المباراة، هذا ما لدي محدثكم فهد عبد الله الدريبي بانتظار ما لدى الزميلين فهد المجاهد والزميل محمد الخثعمي. أما أنا فأختم بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا مخرجنا العزيز عبد العزيز الزهراني زميلي فهد، إليك الكلمة والصورة. يعطيك العافية زميلي فهد. الخليج يخسر في هذه المباراة ويتفوق الشعلة بهدف وحيد في الدقيقة 39 من قدم الإفواري شيخ موكورو الذي سجل في الدقيقة 39 وحقق